عاملة ايه؟ الحمد لله. وحشتيني. انت كمان وحشتيني قوي. انت عامل ايه؟ وحشتيني الحمد لله. اجيب لك تاكل؟ شكرا والله، لسه عاملة في البيت. طب اعمل لك عصير؟ شكرا والله. طيب شاي؟ ما اي حاجة والله. النضارة دي شكلها حلوة قوي عليك. شكرا والله من ذوقك. بقى انت راجل، انت مفيش في قلبك رحمة؟ من ساعة ما جيت ما بطلتش طلبات. انا ايه اكل؟ طيب اكل ايه يا راجل؟ بقول لك الواد عامل عياط، عمال يعيط من الصبح. عامل له ايه؟ انت وين يا راجل؟ ما تبقاش مفتري، خاف ربنا. بس يا حبيبي، بس يا بابا، بس اعمل اكل. طيب طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل انا أكل. انا من الصبح واقفه على رجلي، ما قعدت، ما كنتش الشغل، ما تشتغل. انا اعمل ايه انا يعني؟ امي طيب هطلقك يا عم. ما تطلقني يا عم. امي طيب مش قايل، مش قايل. انا شايله الواد اهو. بس يا حبيبي تعالى هنا. بس يا بابا، بس يا بابا، بس اعمل له ايه طيب الواد؟ طب شيل ابنك اهو، اهو لما اشوف انت عاوز مني دلوقتي. الله، اكل كل شيء. عايز تاكل؟ عايز تاكل؟ راجل مفجوع. ايه ده؟ ملك ومال الواد؟ ملك ومال الواد؟ سود عيشتك ليه؟ خدي هات ابني. يمكن اسود انتوا الاثنين. بس يا حبيبي ما تزعلش. انا مين اللي عارفني؟ طيب برضو عايز تاكل؟ ايوه. روح شوف لك اي لقمه جوه اطفح. ما فيش حاجه. في عندك جبنه وعيش جوه، روح كله. مش بحبهم. هي تعمل نفسها تعبانه دلوقتي. لو ما تطلب منها حاجه تقعد تكحكحني. حرام عليك يا اللي فيا يجي فيك، اللي فيا يجي فيك عشان تعرف. راجل مفتري. مين الاكل طيب؟ يا راجل خلاص، يعني هو الاكل هيطير؟ ما تصبر اما الواد يسكت. الواد عيط وخرب الدنيا زي ما انت شايف. فين اللي عيط؟ تعالى يا حبيبي هنا، تعالى يا بابا هنا. لا أنا.